حسام غالي لوحده على الدايره، تمام. وابتدى يدي الحريه الكامله لصالح جمعه واجاييه ووليد ازارو وعماد متعب، كل دول بيأدوا الدور الهجومي على اعلى مستوى. انما عايز اشيد بالدفاع النهارده، احنا اتكلمنا قبل كده على السلبيات ماتش الفيصلي، انما النهارده بنقول ان رامي ونجيب وحسين كانوا رجاله جدا وعلى قد المسؤوليه. تمام. طيب ناخد امير هشام عشان نشوف ابرز التصريحات التي صرح بها المديرين الفنيين في المؤتمر الصحفي. امير هشام اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، مبروك ليك ومبروك للكابتن سمير وكابتن ربيع وكابتن وليد. مبروك 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 ليك، مبروك عليك ومبروك على كل الاهلاويه. قول لي قول لي ايه الاخبار؟ طبعا كان في مؤتمر صحفي بعد المباراه، كابتن بدر مبسوط جدا من اداء الفريق النهارده والروح الفنيه العاليه اللي كانت واضحه للاعبين خلال المباراه، تركيز اللاعبين لحد اخر دقيقه في الفوز ده اللي متعودين خلاله من النادي الاهلي طبعا اختلف الاوقات السابقه، لكن كابتن حسام اشاد جدا باللاعبين النهارده وادائهم وقال ان هو مبسوط بالنسبه للاعبين جدا على اداء النهارده والفوز. قال طبعا المباراه كانت صعبه خصوصا الطموح عند الفريقين كان واحد، فريق ناصر حسين داي برضه كان عنده امال كبيره ان هو يفوز ويصعد للدور المقبل، لكن ده الحمد لله ما اتحققش. النادي الاهلي والاتحاد الفني استاذ الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب اكيد عملوا مباراه جيده جدا وقدر النادي الاهلي فوز النهارده. ايضا قال ان طبعا مبسوط جدا بالهدف اللي احرزه عمرو بركات وان هو مبسوط بتاريخ النادي ان هي نجحت ونفذت الفكر الخاص بالكابتن حسام البدري لتغيير عمرو بركات، وفعلا عمرو بركات قدر ان هو يحرز هدف مهم جدا، واعتقد ان هي البطوله دي شهاده ميلاد بالنسبه لعمرو بركات وعودته للمشاركه مع النادي الاهلي او بدايه المشاركه مع النادي الاهلي خصوصا انه كان بيشارك الفترات السابقه كلها طبعا. لكن في كل الاحوال في فرحه عارمه سواء الجهاز الفني اللاعبين فرحه كده، لكن الفرحه الاكبر هي طبعا ان النادي الاهلي كمل البطوله، واحنا عارفين النادي الاهلي دايما بينافس على اي بطوله بيدخلها، مش بس بنفرح عشان كسبنا مباراه اهلتنا دور نصف النهائي، الفرحه الاكبر دايما بتبقى جمهور النادي الاهلي من خلال الفوز بالبطوله ورفع كاس البطوله مع نهائي البطوله دي واخر مباراه ان شاء الله يا كابتن. تمام. المدير الفني للفريق ناصر حسين داي صرح بحاجه، يعني قال حاجه مثلا؟ هو يعني كلامه كان عن التحكيم شويه، ان يعني ضربه جزاء يعني شايف كان مظلوم تحكيمي شويه، لكن في الاخر شكر لعيبته ايضا ان هم قدموا مباراه جيده طبعا بالنسبه لهم، اكيد عملوا مباراه كبيره جدا امام فريق النادي الاهلي، خصوصا ان هم كانوا عاملين حساب كبير طبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي، وكانت تصريحات الفني قبل المباراه اصلا ان هو دي مواجهه بالنسبه له مواجهه ثالثيه. خليني اقول لك ان فريق ناصر حسين داي مش من الفرق الكبيره قوي دلوقتي في الجزائر، يعني تقريبا في وسط الجدول، بالتالي مواجهه بالنسبه لهم كانت مواجهه مهمه جدا وبيستعدوا من خلالها لبطوله الدوري الجزائري المقبله اكيد مختلف المباريات اللي هيشاركوا فيها خلال الفتره الجايه. هو تعليقه بس كان على التحكيم وضربه الجزاء اللي او اتحسبت للنادي الاهلي في صلاح جمعه هو لو كانت ضربه الجزاء ديت يعني مزعلاه قوي، في ضربتين جزاء جزائيتين تاني، يعني في كان في ضربتين جزاء تاني يعني وليد ازارو ليه ضربه جزاء، يعني وليد ازارو ليه ضربه جزاء، يعني ليه ضربتين جزاء، يعني واحده في شد وواحده برضو شد من بره ال 18 ودخل بالراجل جوه ال 18. عندك فكره امير عن البرنامج بكره ان شاء الله؟ بكره بنسبه كبيره هيكون اجازه للفريق، من بعد بكره ان شاء الله يبتدوا يستعدوا ان شاء الله للمواجهه المقبله في دور نصف النهائي، طبعا هتبقى مواجهه مهمه جدا وهيبقى استعداد النادي الاهلي بكل قوه، رغم ان احنا عارفين يا كابتن ميدو برضه ان البطوله جايه كتير منافس النادي الاهلي، لكن كل الاحوال النادي الاهلي طالما شارك في البطوله لازم هيحاول يفوز بيها تحت اي ظرف من الظروف، فان شاء الله بدايه من بعد بكره هيبتدي النادي الاهلي يستعمل استعداداته للمباراه المقبله ودور قبل النهائي من البطوله العربيه. لكن بشكل عام خليني اقول لك يا كابتن ميدو، تواجد الجمهور النهارده كان ليه مفعول سحر اكيد بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، الفرحه كانت عارمه جدا في المدرجات واحنا قاعدين بنتفرج في مقصوره الصحفيين، فرحه كبيره جدا بقى لنا كتير ما بنشوفهاش من خلال تواجد الجمهور في الملعب، واحنا متعودين النادي الاهلي دايما بيحسب الجمهور سواء طبعا مع بدايه مباريات او مع اخر دقيقه، طبعا زي ما احنا متعودين مع اي لعيب بيقدر يحرز هدف في اخر دقيقه، فاكيد ده مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يوصل بطوله العربيه ويحقق البطوله دي
ليه لا محقق كده في مصر وايضا دوري ابطال افريقيا عشان يبقى ترتيب النادي الاهلي ان شاء الله. والله يا امير احنا كنا فاكرين البطوله مش في ميعادها، لكن احنا اكتشفنا كلنا ان هي في ميعادها وحلوه قوي، توقيتها مناسب قوي كمان، يعني على الاقل شفنا ازارو وشفنا حمودي وشفنا عمرو بركات وشفنا اكرم توفيق وشفنا الشناوي، شفنا كل اللعيبه وطمنا عليهم، وكانت يعني بطوله يعني جهزت اللعيبه وطمنت الجهاز الفني كمان عشان قراراته تبقى قرارات صائبه 100%. دي كانت احد اهداف الجهاز الفني. خليني اقول لك يا كابتن ميدو، تجهيز بعض اللاعبين اللي بيشاركوا الفتره اللي فاتت، خصوصا ان احنا عندنا بطوله افريقيا اكيد مهمه جدا، فحتى اللاعبين المقاعدين الافريقيين واللي بيشاركوا فترات طويله اكيد دلوقتي استفادوا من خلال المشاركه دي، اكيد هيكونوا ليهم دور بشكل او باخر مع الفريق خلال بطوله افريقيا او حتى بطوله كاس مصر اللي بقى لنا كتير برضه ما نحققهاش، فبرضه اكيد البطوله هنخرج منها باهداف مهمه جدا الجهاز الفني لما حددها، وان شاء الله نقدر نحقق الاهداف دي ويكون اولها طبعا فوز البطوله ان شاء الله. أكيد يا أمير، يعني أشكرك جدا على مجهودك الرائع طول اليوم، شكرا أمير هشام مراسلنا من الملعب. يعني نطلع فاصل الأول، يلا نطلع فاصل ونرجع للكابتن وليد صلاح الدين.